الله يرفع قدركم. بعدها العقاب على الفعل الذي يقال ولم يفعل. لتوضيح هذا الموضوع أقدم أمامكم أختي العزيزة سمية بنت محبوب من سنة الشهادة العالمية، فلتتفضل المشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يا رئيس الفاضل والعلماء الكرام والمعلمات المنورات وزملاتي المحبات، أنا سمية بنت محبوب من الصف السادس، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع العقاب على الفعل الذي يقال ولم يفعل. أيها المستمعون والمستمعات، فإن الله تعالى أخرج هذه الأمة المحمدية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأنه سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأمة خير الأمة ولم يبدلها على سائر الأمم إلا لكونها متصفة بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عدم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون زم على صاحبه، ويكون له حسرة وندامة يوم القيامة، ولا يثاب على فعله هذا، بل يعذب عذابا أليما ويعاقب عقابا شديدا، ويكون هو عند الله مبغوضا وملعونا. أيها المستمعون والمستمعات، فلننظر متى يكون الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر مبغوضا وملعونا، لكي نكون على حذر منه حتى لا يقع فيه أبدا. وذلك أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مبغوضا عند الله وملعونا عند الناس، إذا لم يأت بما يأمر به ولم ينتهي بما ينهى عنه. ولقد ذم الله تعالى في الكتاب العزيز قوما كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وبدقهم به توبيخا، كما قال تعالى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن التوبيخ في هذه الآية الكريمة ليس بسبب الأمر بالبر، بل بسبب ترك البر. ولقد جاء في الحديث الصحيح: الوعيد الشديد والترهيب المرغب الأكيد في حق من يخالف بين القول والفعل بأسلوب ترتعد منه الفرائض وتهتز له القلوب وتذوب من حوله الأفئدة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برها، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولم آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه صحيح مسلم. فظهر لنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا خير ولا فلاح في عالم يأمرون الناس بالبر ولم يأتيه، وينهاهم عن المنكر وآتيه وياتيه.
وإنه سبب لحل العقوبة في الدنيا والآخرة، وجالب لغضب الرحمن، ومانع من دخول الجنة، وموجب لدخول النار. فمن الواجب أن يكون سلوك الدعاة والخطباء ما كان عليه الأنبياء والرسل. فهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه كما قال تعالى في سورة الهود: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإن خالف الداعي بين القول والفعل لا يكون أدنى تأثير في كلامه، بل يبهت الناس عليه ويستهزئون بهم بدل أن يسمعوا كلامه ويتأثر به. سواء عليه أأنذرهم أم لم تنذرهم، لا يفيد قوله شيئا. ولكن الأسف كل الأسف أنه قد وقع بعض العالمين في مجال الدعوة في هذه الحضورة العظيمة والداعي العدال، ولم يسلم منهم الأمن رحمهم الله. ومن الخطباء الذين يكتبون أمام الناس في المجالس والمحافل ويرغبونهم إلى الأعمال البر، ويقولون للناس افعلوا كذا وكذا وسارعوا إلى الأعمال كذا وكذا، وهم ينسون أنفسهم ويهذرونهم من الفواحش والمحرمات والمهجورات، وهم يأتونها سرا وعلانية ولا يلقون لها بالا. نسأل الله السلام والعافية. أيها المستمعون والمستمعات، إن الإنسان الذي يقول قولا ولا يفعله فيعاقب على ذلك، لذا علينا أن نقول قولا الذي نعمل عليه. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا أن نقول قولا صحيحا وأن نقول قولا الذي نعمل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. تقبل يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.